عقد على شق آذار خطين سياسيين، الثامن والرابع عشر منه. اصطفافات سياسية واضحة، ولو أنها بدأت بإعادة تموضع سريعة للتيار الوطني الحر. الاشتراكي يغرد خارج السربين أو بينهما. عشر سنوات بدا خلالها الآذريون بشقيهما ثابتين في المواقف مع بعض العثرات هنا وهناك، لكن جلسة تشريع الضرورة أبرزت خلافات بين بعض أحزاب الصف الواحد. فقد اتفق التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية على مقاطعة هذه الجلسة إلا إذا أدرج قانون الانتخاب وإعادة الجنسية على جدول أعمالها، فانضم في المقاطعة إلى الكتائب، مع المفارقة أن الأخير ضد تشريع الضرورة أصلاً. وفي مقابل التحالف المسيحي المبني على رفض حضور الجلسة، اجتمع حزب الله وأمل والمرد والمستقبل والاشتراكي والطشناق على ضرورة تشريع الضرورة، فيما انقسم المستقلون بين الرأيين. صحيح 8 و14 أذار كانت منطلقات على خلفيات سياسية لها امتداد إقليمي استراتيجي، هلأ خلافات على أساس سياسي داخلي محلي تتعلق بتفسير ذاتي للدستور غير متوافق عليه. وحدة الموقف المسيحي اليوم بالطريقة المطروحة فيها تبين وكأنها متناقضة مع مصلحة لبنان فيما يتعلق بما يطلب منه على المستوى الدولي وعلى مستوى التشريعات. إعادة التموضع هذه يرافقها عدم توافق داخل الصف الواحد، بطلها في الثامن من أذار التيار البرتقالي، فهو يختلف اليوم في الموقف للمرة الرابعة مع حليفه الأصفر فيما يخص تشريع الضرورة، بعد الاختلاف معه حول التمديدين النيابيين والتمديد لقائد الجيش. أما الاختلاف القديم بين مواقف عون وبري فجديده اتساع الهوة بين الرجلين. التباين في المواقف بين فرنجية وعون بدا جليا في عدة محطات، أبرزها سير الزعيم الزغرتوي بالتمديد لقائد الجيش، رفضه النزول إلى الشارع، وأولوية انتخاب الرئيس على قانون الانتخاب. أما الاختلاف بين الوطني الحر والطشناق فيتمثل اليوم في قرار حضور الجلسة أو عدمه. في المقلب الآخر السجال تجلى بين القوات والمستقبل، فبعدما كانا اختلفا على القانون الأرثوذكسي وتمايزا في قرار المشاركة في الحكومة والحوار، يتركز الخلاف اليوم إضافة إلى الموقف من الجلسة التشريعية على إصرار جعجع على إدراج قانون الانتخاب فيها وإدراج قانون استعادة الجنسية، في حين أن التيار الأزرق غير معني بالاثنين، وقد طرح بالمقابل قانون منح الجنسية لنسف طرح قانون استعادتها. بالعمق السياسي هذا زواج ماروني، وبعتقد انه هذه يعني الخلافات السياسيه اللي عم تحصل اليوم لن تؤثر لا من قريب ولا من بعيد بعمق ورقه التفاهم بين الطرفين. لا المستقبل راح يطلع من فحوه 14 اذار بمعناه السياسي يعني السياده والحريه والاستقلال، ولا القوات اللبنانيه راح تطلع من هذه الفحوه ايضا. انا ما بعتقد راح يصير في نوع من خلط اوراق سياسيه ويعني تؤدي الى نوع جديد من التحالفات في الساحة السياسية اللبنانية. يبدو إذن أن الاصطفاف الأساسي لن يتغير قريبا، أمر أكده القطبان المسيحيان. فبعد العتب على خط معراب بيت الوسط، أشاد جعجع بالدور التوفيقي الكبير لتيار المستقبل ورئيسه، وبعد محطات من الاختلاف بين عون وحزب الله عاد العماد ليؤكد أن العلاقة بالحزب أثبت من قلعة بعلبك.